ايوا احباب ناس، السلام عليكم، كي راكم دايرين؟ لاباس بخير. احنا بواحد الفلوق جديد. جيت البارح لفرنسا زياره. واش غادي نقول لك اخويا؟ واش غادي نقول لكم اخواتاتي؟ واش غادي نقول لكم احبابي؟ راني في واحد البلاصه والله ما لقيتهاش حتى في المغرب. يا نقول لك حاجه تاع درهم جوج دراهم الخورده. شوف شوف شوف، هذا كله خورده يبيع حوايج تاع جوج دراهم ان اورو 50 سو. شوف راه يبيع، هذا راه يبيع الدوايا ديالك. يا الله تبارك. وديجا شفتوا راه خوتنا وحبابنا، واحد الاخت هو راه صور واحد الفلوق هنايا، كنوجه له تحيه، اخ حماده من كازا، الله يجعل ربي يشافي له الوالده ديالو مسكينه ويحفظه حتى هو. واش غادي نقول لك يا خوتي؟ واش راه هزه فرنسا؟ واش تراها هزه فرنسا؟ راسك يحبس. سمعت اللي بغى يجي هنا، اللي بغى يجي لاوروبا مرحبا، ما تجيش غير يا رب الزين يا اخويا. يا واش داير بابا؟ هذا كان عندي في 2000 انايا، والله الا في 2000 درتو هذا. الله المستعان، الله المستعان الخوت. واش غادي نعاود لكم؟ اروحوا لاوروبا ونقزوا فرنسا. يا يما البوليس جاو، ها البوليس جاو يجمعوا لهم. ها الله المستعان. شنو عيب الله؟ شكون غادي يلبس هادشي؟ حتى لي سوتيف. الله المستعان الخوت، راكم شفتوا بعينكم بدون تعليق، بدون تعليق، بدون تعليق الخوت. فوالا الله المستعان. واش تراها هزه فرنسا يا الخوت؟ كنقولها ونعاودها، اللي غادي يجي عادي يفهم هنايا. انت صغاري هادشي عرس له مغربي ولا ما نعرف. فوالا هاد الفلوق هذا خفيف وظريف الخوت. فلوق جاي غادي يجي، غادي يجي زين. درت لكم غير واحد النظره خفيفه، راني داك العرس درته وليت للمغرب وجيت البارح عاوتاني. هاد العرس غير شتو تلاقيتو، راني كنت غادي نيشان. اجو طياره غير تحت ليه، مسخه اباري مسخه. والله اخوتي واحد المنظر شفتو محزن، راني غير فايت غادي للمترو. الحمد لله الذي عفانا بما ابتلى به عبده. شوف 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 با 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 اون بلان بيبليك centre ville de Paris. En plein public الحباب. Vraiment هانتوما الخوت. الجوطية اللي عندنا في المغرب نواور على الجوطية اللي شفت هنايا. يبيعوا الحوايج جوج دراهم اصاحبي. حنا والله ما يقعد لك الجوطية تيطلب فيها 20 درهم على الأقل، على الأقل يطلب فيها 2 أورو على الأقل. 50 سو اصاحبي 30 سو. خويا اختي الحباب اللي بغى يجي لفرنسا مرحبا، ما يجيش باري صافي. انا درت معكم خير كاع، ما يجيش باري. الجوطيه اوفر كراودد، عامره، الركابي طاحوا تقول لي ولا عليها بزاف. هذه هي نمشي نضرب واحد الشاورما نقصيها هنا عند واحد التركي وغادي نهز المترو من اللي كنعرفو. السلام عليكم. شون دو مارس 600 متر، راني بعيد 600 متر على شون دو مارس، مور الشجور، مور القنطره، مور القنطره شون دو مارس. شوفوا الخوت، شوف انا مانيش نطيح بباري بصح نقول لكم، راني نقول لكم كل شيء. راني نقصي عند هذا، نقصي عند هذا غير دي زورو، غير دي زورو. الكوبال، الكوبال 500 متر على تور ايفل. الكوبال ما كانش كاع حاتشي في لي زانيس. كومبيا مسيو؟ 50. برافو. صور لكم بلا ما طاب الماكله ديالي. الخضاره، الخضاره، شوف الخضره ما شاء الله. كومبيا لويس فيتون؟ C'est d'origine original. C'est pas original parce que l'original c'est à peu près 1000 euros. Voilà, ça c'est combien? Mais quand même vous êtes honnête, c'est ça que j'aime moi. Ah, vous êtes honnête. Allah alaikum. Le Walida. Ou le Khoud. Menin du Maghreb. Oh, mashallah, mashallah. دير شي تحيه للجمهور ديالي خاص، وكنشكرك انك قلت لي ماشي دوريجين باسكو نعرف دوريجين. والله نعرفه بالشوفه. لا ماشي دوريجين. ها هو بحاول انا الورق ديالي، الورق ديالي دوريجين، الورق هذا، هذا دوريجين ماشي دوريجين؟ دوريجين. ها شتو؟ ها هذا دوريجين، انا نعرفه.
ما شاء الله الله يحفظك شكرا. ماروكان سون فرونتير واش بغيت تقول للمغاربه؟ مالها باري ولات هكا مالها؟ واش وقع واش وقع؟ توسخت. صورت لهم شويه جيت غير البارح انا كنت في اربع ايام هذه كنت انا حضرت واحد العرس وواحد صاحبي عيط لي قال لي واش دير باري راني في باري هو في المان قلت له تنجيك جيب خيان بي دافيون نزلت قلت له تصور شويه هذه الجوطيه اللي كاينه والمغاربه علاش ما يجيو هنايا؟ المغاربه علاش ما يجيو هنا حراقه؟ كاينين موجودين ياك فرنسا ما بقاش كيف كانت ما بقاش كيف كانت الله يحفظك كنشكرك على هذه الكلمه تحياتي الله يحفظك ها هو الوجدي يحييك شكرا بزاف تاكل شي حاجه مرحبا والله الله يحفظك والله ها هو الوجدي يصور لكم هاواي بيان سور هاواي فريت صوص الجيريان هريسه بيمون شاورما ها والو دير 9.50 المهم نسلكو صافي ماشي شي حاجه العشيه غادي نتعشاو مزيان ان شاء الله راحنا خوت ايوا وعيدكم مبارك سعيد عواشركم مبروكه مسبقا ان شاء الله تعيدوا بالصحه والعافيه وغير بالخير والشفاء والصحه هذه هي الطياره ان شاء الله توصلنا لمراكش بخير وعلى خير سالمين غانمين ان شاء الله ايزي جات مراكش باذن الله الله يوصلنا على خير الوطن الحبيب تبارك الله عليكم